بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرسنا اليوم بعنوان جمع عددين رمز كل منهما مكون من 3 أرقام على الأكثر بدون إعادة التسمية. تذكر معي عزيزي الطالب، أوجد الناتج. 2 زائد 3 يساوي 5، 20 زائد 30 يساوي 50، 0 زائد 5 يساوي 5، 12 زائد 23 يساوي 35. أنا أحمد اصطدت اليوم 132 سمكة، وأنا سعد اصطدت اليوم 243 سمكة. لاحظ هنا عزيزي الطالب، كم عدد الأسماك التي اصطادها أحمد وسعد؟ لاحظ معي أن أحمد اصطاد 132 سمكة، وسعد هنا 243 سمكة. هنا عزيزي الطالب سنقوم بجمع العددين 132 زائد 243. يمكننا تمثيل ما اصطاده أحمد وسعد على المعداد. يمكن تمثيل العدد 132 بوضع خرزتين في خانة الآحاد، ثم وضع 3 خرزات في خانة العشرات، ثم وضع 1 في خانة المئات. أيضا يمكن تمثيل العدد 243 بوضع 3 خرزات في خانة الآحاد، أيضا بوضع 4 خرزات في خانة العشرات، ثم خرزتين في خانة المئات. يمكننا أن نقوم بجمع العددين باستخدام قطع دينيز ولوحة القيمة المكانية. قمنا بوضع القطع كما تشاهد عزيزي الطالب. نقوم بعد الوحدات، كم قطعة موجودة في خانة الآحاد؟ 2. كم عمود من العشرات موجود في خانة العشرات؟ عد معي يا عزيزي الطالب، 1 2 3، نكتبها في خانة العشرات على لوحة القيمة المكانية. وكم من المئات موجود؟ شبكة واحدة من المئات موجودة، إذا نكتب 1 في خانة المئات على لوحة القيمة المكانية. نقوم بتمثيل العدد الثاني باستخدام قطع دينيز هكذا. نقوم بعد الوحدات وهي خانة الأحاد. كم قطعة موجودة عندي من قطع دينيز؟ 3. كم عمود موجود في خانة العشرات؟ 4 أعمدة. وكم شبكة موجودة من خانة المئات؟ 2 في الصوب الثاني. إذن نقوم بضم الوحدات هكذا. عد معي كم وحدة موجودة أو كم قطعة موجودة؟ 1 2 3 4 5، إذن 5 قطع من دينيز موجودة في خانة الأحاد، نكتبها على لوحة القيمة المكانية. ثم نذهب إلى خانة العشرات ونقوم بعد الأعمدة الموجودة. كم عمود موجود عندي ممثل في خانة العشرات؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 عشرات، نكتبها على لوحة القيمة المكانية. ثم نقوم بعد شبكات المئات الموجودة في خانة المئات من قطع دينيز، 1 2 3، إذا يساوي 3 مئات. إذا الناتج هو 375 باستخدام قطع دينيز. لاحظ أوجد الناتج، بإمكانك استخدام الوحدات والعشرات والمئات. ألف 906 زائد 73، نقوم بجمع الأحاد ثم نجمع العشرات ثم نقوم بجمع المئات. 6 أحاد زائد 3 أحاد، 9 أحاد، 0 عشرات زائد 7
عشرات، سبعة عشرات، تسع مئات، تحتها خالي لا يوجد أرقام، ممكن نضع صفرا أو تظل كما هي. نقوم بإنزال العدد تسعة يساوي تسع مئات. ب 623 زائد 250، نقوم بجمع الأحاد ثم نجمع العشرات ثم نجمع المئات. 3 أحاد زائد 0 3، 2 عشرات زائد 5 7، 6 مئات زائد 2 8 مئات. ج 547 زائد 341، نقوم بجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات. 7 أحاد زائد 1 أحاد يساوي 8 أحاد، 4 عشرات زائد 4 عشرات يساوي 8 عشرات، 5 مئات زائد 3 مئات الناتج يساوي 8 مئات. أكمل، انظر إلى الشكل الذي أمامك. على يمينك هنا موجود مدخلات، اجمع 20 والمخرجات. نقوم بإدخال الأعداد على وإضافة عليها 20، ثم الصوب الثاني يكون الناتج أو المخرجات. 411 زائد 20، 1 زائد 0 1، 1 زائد 2 3، 4 زائد 0 4. العدد التالي 346، اجمع 20، 6 زائد 0 6، 4 زائد 2 6، 3 زائد 0 3. 705، اجمع 5 زائد 0 5، 0 زائد 2 2، 7 زائد 0 7. هنا عايز الطالب نبدأ درس جديد عبارة عن جمع عددين رمز كل منهما مكون من 3 أرقام على الأكثر من إعادة التسمية. تذكر عايز الطالب أن كل 10 وحدات يساوي 1 عشرات. تذكر أيضا أن ضم 10 أعمدة من العشرات يساوي 1 مئات. أوجد ناتج ما يلي: 290 زائد 135. يمكننا تمثيل العدد 290 على ورقة العمل باستخدام قطع دينيز. تمثيل العدد الأول 290، ثم نقوم بتمثيل العدد الثاني 135. نقوم بضم الأحاد ثم نقوم بضم العشرات. هنا يوجد 12 عشرة، نستبدل 10 عشرات بواحد مئات، ثم نقوم بضم المئات. نقوم بعدهم على لوحة القيمة المكانية. في خانة الأحاد يوجد عندي 5 أحاد، 9 عشرات و3 عشرات يساوي 12 عشرة. نقوم باستبدال 10 عشرات بواحد مئات. 1 مئات زائد 2 مئات زائد 1 مئات يساوي 4 مئات. إذن الناتج 425. مثال آخر، أوجد ناتج ما يلي: 146 زائد 135. نقوم بتمثيل العدد 146 باستخدام قطع دينيز، ثم نقوم بتمثيل العدد 135 باستخدام قطع دينيز.
نقوم بضم الوحدات، 10 وحدات تستبدل بواحد عشرات، نقوم بضم العشرات، ثم نقوم بضم المئات، ثم نقوم بعملية الجمع في على لوحة القيمة المكانية، 6 أحاد زائد 5 أحاد يساوي 11 أحاد، نستبدل 10 وحدات بواحد عشرات، نقوم بجمع العشرات، 1 زائد 4 1 عشرات زائد 4 عشرات زائد 3 عشرات الناتج 8 عشرات، نقوم بجمع المئات، 1 مئات زائد 1 مئات يساوي 2 مئات، إذن الناتج 281. تمرن، أوجد الناتج. بإمكانك استخدام الوحدات والعشرات والمئات ولوحة القيمة المكانية. العدد عندي الموجود 309 زائد 218، 9 موجودة في خانة الأحاد، 0 موجود في خانة العشرات، 3 في خانة المئات، الرقم الثاني أو العدد الثاني، 8 أحاد، 1 عشرات، 2 مئات. نقوم بجمع الأحاد، 9 أحاد زائد 8 أحاد يساوي 17 أحاد، نستبدل 10 وحدات بواحد عشرات، إذن 1 عشرات زائد 0 عشرات زائد 1 عشرات الناتج يساوي 2 عشرات. نقوم بجمع المئات، 3 مئات زائد 2 مئات يساوي 5 مئات. مثال آخر، 264 زائد 653 موجود في خانة الأحاد، عدد 4، خانة العشرات 6، خانة المئات 2، والعدد الثاني 3 موجود في خانة الأحاد، 5 في خانة العشرات، 6 في خانة المئات. نقوم بجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات، 4 أحاد زائد 3 أحاد يساوي 7 أحاد، 6 عشرات زائد 5 عشرات يساوي 11 عشرة. نستبدل 10 عشرات بواحد مئات، 1 مئات زائد 2 مئات زائد 6 مئات يساوي 9 مئات. أوجد ناتج ما يلي: 107 زائد 813. نقوم بجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات. حاول عزيزي الطالب أن تضع الأرقام تحت بعض حتى تسهل عليك عملية الجمع. 7 زائد 3 يساوي 10 وحدات، نستبدل 10 وحدات بواحد عشرات، ثم نجمع العشرات، 1 عشرات زائد 0 عشرات زائد 1 عشرات تساوي 2، 1 مئات زائد 8 تساوي 9. أوجد ناتج ما يلي: 456 زائد 258، 6 زائد 8 الناتج يساوي 14، نستبدل 10 وحدات بواحد عشرات، يصبح لدينا 1 زائد 5 زائد 5 يساوي 11 عشرة، نستبدل 10 عشرات بواحد مئات، يصبح لدينا، نضع الواحد هنا في خانة المئات فوق العدد فوق رقم 4، يصبح لدينا 1 زائد 4 زائد 2 الناتج يساوي 7.